في هذا المكان عمدت أيادي الإرهاب إلى زرع عبوة ناسفة في ولاية بن عروس وتحديدا على مستوى الطريق المؤدية إلى منطقة فوشانة والمحمدية. محمد الجوهري رئيس منطقة الحرس الوطني بالمحمدية يروي لنا تفاصيل الحادثة. الجونات اختاروا ترمينيوس متاع الحافلات رقم 24، قدامها فما شجرة، استغلوا الشجرة هذيك كأن بوان دو ريبير، حطوا تحتها عبوة ناسفة تقليدية الصنع، مثبت فيها جهاز اتصال يتحكموا فيها عن بعد، وبقوا بعاد وقت اللي شاهدوا السيارة الإدارية التابعة مركز أمن العمومي جاية باتجاههم، حضروا رواحهم، هي وصلت بحضة الشجرة وهم نزلوا على الضغط وعلى الزر اللي عندهم وانفجرت العبوة. من ألطف الله كون العبوة هذه ما انفجرتش باتجاه السيارة، خاطر كانت انفجرت غديكة تقع لقدر الله كارثة. محمد الجوهري أكد أن الإرهابيين على دراية جيدة بالمنطقة التي وضعت فيها العبوة الناسفة لاستهداف الدورية الأمنية بالمنطقة. والله إيش نقول لك، هما وقت اللي شاهدوا السيارة كانت معناتها فيها ثلاثة من الناس ووحدهم، وبعاد على الدورية القارة اللي هي في مفترق لهنا، وهذوما معناتها دارسين الوضعية ودارسين التيران، والتيران كان ليهم فافورابل، ماك تعرف شهر رمضان والوضعية معناتها في الناس معناتها مرتاحة معناتها في ديارها، ما فماش كون في الطريق، حركة المرور معناتها قلت في الوقت هذاك. رئيس منطقة الحرس الوطني بالمحمدية لم يستغرب مثل هذه الحادثة، ووجه رسالة طمأنة للتونسيين بأن الجهاز الأمني لن يتراجع في القضاء على كل أشكال الإرهاب التي تهدد بلادنا. الشيء هذا متوقعينه في المدة هذه، وإحنا معناتها على أهب الأشياء هذه الكل، وقاعدين واقفين لبلادنا، وبلادنا هذه شيء دخيل عليها، معناتها مانيش مستنسين توا كتوانسة، توا احنا برشا إذاعات وبرشا تلفزيات معناتها وصلت ويعطيهم الصحة، معناتها حبوا يعرفوا معناتها الوضع. نطمن الناس الكل، نطمن الرأي العام اللي كونه معناتها بالنسبة لنا رانا لباس، وبالنسبة لتونس رانا واقفين لها. متساكنون منطقة المحمدية أبدوا تخوفهم من هذه العمليات الإرهابية ودعوا إلى ضرورة التصدي لها والكشف عن مرتكبيها. رسالة الحكومة الحزم في كل شيء، يعني بلغة أوضح، اللي تشد ويعمل يعني حالة من كي اللي تشد يحاسب على كل شيء. والشعب التونسي كل يزم يرد باله ويكون حي فايق، ما يستغفلوناش وما يستبلهوناش، ومش بدينار يشرونا وباكو كريستال وهلم وجر. أقل من أسبوع مر على تونس باغتيال سياسي وجريمة نكراء في صفوف حماة الوطن، واليوم تفجير عبوة ناسفة في منطقة عمرانية آهلة بالسكان، أحداث عنف متواترة. فماذا تنتظر حكومة علي العريف؟ هل تنتظر أن يصبح الوضع في تونس كما هو عليه في العراق؟ تفجيرات يومية تودي بحياة مئات المواطنين.